أربعون عاماً على ولادة شمس، على تسامق نخلة كثيرة التميز، وعلى اتساع المحبرة لكي يصبح كل ما حولها كتاباً للمعرفة والعطاءات. إنها جامعة الملك فيصل، مدينة الضوء والإخضرار، ترتفع عالية وسط الأحساء لكي تؤسس منذ نشوئها قاموس الاختلاف واليقين، ولكي تحدد واحتان معا في رحلة بناء الإنسان والوطن على حد سواء، وواحة النخيل المترامي الأطراف، وواحة العلم الذي بلا حدود. منذ أن أصدر قرار تأسيسها قبل 40 عاماً المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، والجامعة مطلع كل شمس تتوسع بناءً وبشراً، والجامعة مشرق كل جيل تكبر بكلياتها وإداراتها ومراكز البحوث فيها، وتنمو بخبرائها لتصبح المرجع والملاذ لمجتمعها القريب والبعيد. بدأت الجامعة في قياس المساحة صغيرة، وامتدت كما شريان الحياة في كل اتجاهات التوهج وجغرافيا البريق، حتى صارت اليوم وسط المدينة، حاضرة في قلب المحافظة العريقة بتراثها وتاريخها وعلومها، معلماً حضارياً معاصراً وفريداً يحمل في دلالاته التاريخ والحاضر، ويمد الذراعين نحو مستقبل مشرق لكل الأجيال القادمات. تعاقب على بناء هذا الصرح الكبير كثيرون، مدراء ووكلاء وأساتذة، كلهم دونوا في سجل العطاء الكثير من الخبرات والبهاء، وكلهم تركوا وراءهم الأثر الطيب والعطر والطموحات. وكلما استكمل فريق عمله يترك الأمانة الغالية للذين يجيئون من بعده، فكان أن حظيت الجامعة بسلف صالح ترك لها اليوم خلفاً يسير على الخطى الكريمات، ويضيف من الخبرة وحب العطاء المزيد من التألق، لكي تكون جامعة الملك فيصل درة الجامعات السعودية في كل ميادين المعرفة والخبرات. أجيال من الخريجين تعاقبت، والوطن الحبيب يغرف من معين الجامعة الذي لا ينضب الفائدة والمتخصصين في كل مجالات العلوم والثقافة والتربية. في كل واحة للنخيل نرى الجامعة وباحثيها، وفي كل شارع وبيت نتعرف على طالب أو خريج، وفي كل مؤسسة خاصة أو عامة نقف أمام شباب وشابات بالغ الخبرة وناضجي الفكر. ساهمت الجامعة في بناء شخصياتهم، وخرجتهم رجالاً حقيقيين وسيدات حقيقيات، لكي يقدموا لناسهم ومجتمعهم عصارة التجارب وخلاصة العلوم. تحتضن الجامعة اليوم قرابة 40,000 طالب وطالبة من المنتظمين، وأكثر من 150,000 طالب وطالبة من المنتسبين في برنامج التعليم المطور في كافة التخصصات، وتضم قرابة 2,000 من أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالخبرة والانتماء، وعدداً كبيراً من الإداريين والمنسوبين الذين يحملون الهدف الأوحد أن تكون الجامعة لمجتمعها تخدمه وتساهم في رفع مستواه التعليمي. ومن هنا كانت رؤية الجامعة في الشراكة المجتمعية الهدف الأسمى، فمدت الجامعة يدها إلى مؤسسات المجتمع
وتشربت عبق وأصالة المجتمع الأحسائي إلى المجتمع الأكبر على مستوى الوطن في شراكات تخدم الحاضر والمستقبل. مجتمع في جامعة وجامعة في مجتمع، والشمس تكبر كل يوم، والمحبرة تتوسع، وكتاب الحياة الذي تساهم الجامعة في كتابته يصير الحياة ذاتها، ويغدو مرجعاً للوحدة الوطنية مدى الأجيال.